السلام عليكم اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله اخواتاتي نقدم معكم واحد العصير اللي رائع ان شاء الله. تابعوني وغتشوفوا الطريقه ديالته راه غزاله. نتمنىكم اخواتاتي تجربوا، راه شي حاجه اللي زوينه ورائع ما شاء الله. وتنشكركم اخواتاتي على التعليقات اللي تخليو لي الرائعين وشجعوني اخواتاتي، وانا محتاجه لكم تدعموني ان شاء الله وتبارطاجيو مع العائله والاحباب. وبسم الله على بركه الله ندوزو للطريقه كيفاش غنحضر هاد العصير راه غزال اخواتاتي. بسم الله على بركه الله اخواتاتي، اليوم ان شاء الله غنشارك مع اخواتاتي واحد العصير اللي رائع وزوين. وهاد الموسم ديال المندرين ها نتوما شوفوا تبارك الله عصرتو، عطاني اكثر من السيطر، جوج كيلو عطاوني اكثر من السيطر بحال يطرو لارو. غنديرو بلافوكا وبهاد الكاكي، هي طايبه مزيان، ها خليتها تطابت مزيان وتيجي زوين. بسم الله على بركه الله اخواتاتي، الا عجبكم ما تنساونيش لايكات اخواتاتي. غندير هاد لافوكا هي الاولى، نقيها حتى هي طايبه مزيان. هاد العصير تيجي زوين، قلت علاش ما نشاركوش مع اخواتاتي. صافي انا غنقي هادشي كامل ونتلاقاو ملي بغي نطحن. ها نتوما اخواتاتي درت لافوكا ودرت هداك الكاكي والسكر، جوج عواشق ديال السكر على حسب الذوق. وغندير الليمون، هانتوما خواتاتي ها العصير ديالي موجود. هانتوما تبارك الله راه غزال ما نقولش ليكم رائع. علاش ما نشاركوش مع خواتاتي؟ تجربوا ان شاء الله ولا عجبكم ما تنساونيش اخواتاتي من التشجيعات ديالكم، بارطاجيو مع العائله والاحباب. وبالسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.